بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام جليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الخراج والفيء والإمارة. وآخر هذه التراجم التي تكلمنا عنها كان باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، وتوقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا سواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشريفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشريفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت، فإذا بشريفي قد اكتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة ابن عبد المطلب، وفي هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة بأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمزة الشرف النواء، فوثب إلى السيف فاكتب أسلمتها وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاكتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي. قال: واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه قاقرة، فخرج وخرجنا معه. فبيذكر علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ ذلك الشارف، قلنا كنصيبه من المغنم، وبينا قبل ذلك أن أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، ثم خمس هذه الغنيمة بيقسم كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نال ذلك الشارف من نصيبه من المغنم كأحد الغازين في يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطاني شريفا من الخمس يومئذ. يبقى ده من سهم ذي القربة، هذا من سهم ذي القربة. يبقى علي بن أبي طالب نال الجزء الأول كنصيبه من المغنم كأحد الغازين،
ونال الشارف الآخر من الخمس يومئذ ده من سهم ذي القربة. قال فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى وعدت رجلا سواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فلنأتي بإثقل، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اقترب ذلك الموعد في بناء بفاطمة أي في دخول بفاطمة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أراد أن يدخر بعض هذه الأموال ليستعين بها في وليمة عرسه. فقال فبين أنا أجمع لشريفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشريفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وشريفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت. بعد ما جمع يعني هذا الطعام لشريفيه قال فإذا بشريفي قد اكتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى ذلك المنظر عندما أتى، فكما يقول فإذا بشريفي قد اكتبت أسلمتهما فعلى ذلك وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر. يبقى كل مال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقده بهذه الصورة، يبقى فقد ذلك المال وبالتالي لم يملك عيني. والذي طبيعة الإنسان لما حيفقد شيء طبيعة الإنسان هو بيدخل الهم أو الحزن إلى قلبه وقد تدمع العينين عند ذلك، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما قال فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر. وإن على أساس أن مال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الصورة قد فقد ذلك المال، وإن طبعا هو كان ذلك المال وإن من أجل أن يبني بفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففقد ذلك المال فما كان منه إلا أن بكى لما رأى ذلك المنظر. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، في شرب من الأنصار. فعلى ذلك يبقى كان بيحتسوا الخمور واجتمعوا على شرب طبعا الخمور وذلك قبل تحريم الخمر. وذكر أن رأى قينة كانت تغني وأصحابه فقالت في غنية ألا يا حمزة الشرف النواء النواء، فعلى ذلك إن يعني بتحمس حمزة رضي الله عنه أن يقوم ويكتب بأسلمة هذه الناقة السمينة، وبالتالي وثب حمزة رضي الله عنه إلى السيف فاكتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال كان عنده زيد بن حارثة فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت. لا شك أن الإنسان لما بيتأثر بيظهر أثر ذلك التأثر على وجهه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما يرون على وجهه، يبقى الأثر ده بيخرج على وجه الإنسان. يبقى نقول إنسان لو كان به فرح وسرور يظهر هذا الفرح والسرور على وجهه، إن كان به غضب وغيظ أو حزن فبيظهر ذلك أيضا على وجهه. فما يظهر على وجه الإنسان قلنا لأن طبيعة الإنسان هو يتأثر بما يمر عليه من أحوال، ده طبيعة الإنسان هو يتأثر بما يمر عليه من أحوال ويرى ذلك الأثر على وجهه. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر على علي قال مالك، بيسأله عن حاله، فقال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي، عدا حمزة على ناقتي فاكتب أسلمتهما وبقر خواصرهما. هو ذا في بيت معه شرب، معه مجموعة كانوا يشربون الخمر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برداءه فارتداء ثم انطلق يمشي. قال واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شربون، يبقى مجموعين على شرب الخمر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة
فيما فعل، يلوموا على هذه الفعلة اللي دفعوا إلى ذلك الأمر، وما كان ينبغي أن يفعل ما فعل. فإذا حمزة ثمر محمرة عيناه، قلنا من كثرة شرب حمزة للخمر ذهب العقل، وبالتالي نجد أن الإنسان لا يتحكم في تصرفاته، أن الخمر مذهب لعقل الإنسان، الخمر حيبقى مذهب لعقل الإنسان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لعل في تحريم الخمر الإسكار، لعل في تحريم الخمر الإسكار. لذلك قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى الخمر محرمة، وكل أيضا شيء وجدنا منه الإسكار يبقى هذا أيضا له العلة التي حرمت من أجلها الخمر، وبالتالي يبقى هذا حرام. وعشان كده نقول مثلا يبقى الحشيشة يبقى حرام، مثلا كذا يبقى حرام. والحرام ان هي الحرمة هي ادي الخمر حرام لهذه العلة، ولكن طالما وجدت العلة يبقى بيشترك في الاصل مع العلة، يبقى على ذلك يبقى ده حكم بيتعدى الى ذلك الفرع. دايما كده يبقى الفروع في مسألة القياس يبقى نقول ادي اصله موجود، والاصل ده لعلة، العلة دي متى وجدت في أي فرع بعد ذلك يبقى نقول ده حكم متعدي، يبقى عند ذلك نقول يبقى أيضا هذا الفرع يأخذ حكم ذلك الأصل. يبقى نقول لله أدي مثلا البودرة، أدي الحشيشة، أدي كذا وكذا، كل ما وجد منه الإسكار فهو خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني لو نقول والله ده في ناس اعتادت على شرب الخمر وما زال عقول هؤلاء ثابتة لم يذهب منها شيء، مش العبرة باللي هو اعتاد على شرب الخمر حتى لا تؤثر فيه، ولكن العبرة ان ده اساسا يبقى ده مسكر، هذا مسكر. قول والله ناس اعتاد على شرب الحشيش، وبالتالي نجد انهم يعني لا يذهب عقول هؤلاء ولا يذهب عقول هؤلاء لما يتعاطون ذلك، مش العبرة بهؤلاء، مش العبرة ان هو ده ما بيذكرش منها او كذا، العبرة ان ده اساسا يبقى في الوضع الطبيعي المعتاد ان هيحدث الاذكار لو تناول الانسان شيئا من هذه الامور. مش العبرة بالقلة، لا، يعني ما كان كثيره يعني مسكرا فقليله هيبقى حرام، يبقى نقول الكثير هو لا يذكر الا من كثير، يبقى قليله حرام. وبالتالي يبقى في هذه الحالة نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لام حمزة رضي الله عنه فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عينان، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فقعد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: ولا أنتم إلا عبيد الأبي. فده طبعا دل على أن حمزة رضي الله عنه قد فعلت به الخمر ما فعلت، حتى ذهب ذلك العقل فقال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه. خلاص يبقى ما فيش فايدة من اللوم أو الكلام، ورجع القاهرة قال فخرج وخرجنا معه. يبقى رجع قلنا بحيث أنه خلاص الخمر لعبت برأس حمزة فتكلم، وهذا بذلك الكلام، هذا بذلك الكلام، فعند ذلك يبقى هذا لا يصلح أن نتكلم معه في شيء. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف ومضى بعد ذلك، وعلم أن حمزة رضي الله عنه قد لعبت الخمر برأسه حتى تفوى بهذه الكلمات. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية أخرى عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير ابن عبد المطلب قال حدثته عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، قال: فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي الورد عن ابن أعبد أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهلي إليه؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالراحة حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنس للبيت حتى غبر ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قدم، فقلت: لو أتيت أباك؟ فسألته خادما فأتته فوجدت عنده حداسا، فرجعت فأتاها من الغد، فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت. قال: فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالراحة حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهي خير لك من قادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. فبيذكر هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الرواية كما ذكر الفضل بن الحسن أن أم الحكم وضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب قالت إحدهما له: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا. يبقى نتيجة غزوة قلنا بتقع النساء في الأسر، فدول السبايا، دول أساسا السبايا، ومعلوم لما بيقع في الأسر الرجال والنساء والولدان يبقى الذراري دول، والنساء يبقى دول السبايا، وبالتالي أما الرجال فيتعامل معهم إما على حسب ما يرى الإمام المصلحة، إما بالفداء وإما بالمن وإما أن يأمر بقتلهم. أما النساء فالمرأة لا تقتل، المرأة لا تقتل، ولكن حتوزع كسبايا، دي بغنيمة. فعلى ذلك قالت إحدهن له: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه. وطبعا كانت أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت معهم فاطمة. قلنا: فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه من مشقة العمل، يبقى كنا عملنا في بيوتنا وغير ذلك فمشقة العمل. قال: وسألناه أن يأمرنا بشيء من السبي. لما عرفوا أن في سبايا يبقى وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم حظ من هذه السبايا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن إلى يتامى بدر، يبقى أي من قتل آباءهم يوم بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك. يبقى في حاجة يعني أفضل من ذلك المطلب. فأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل هؤلاء النسوة على ما هو خير لهن من تحقيق ذلك المطلب. قلنا هذا المطلب مش بيطلبوه كرفاهية، ولكن من شدة عناء العمل. يبقى من شدة عناء العمل يعني طلبنا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلبنا ذلك المطلب على سبيل الرفاهية، ولكن نتيجة العمل الشاق التي كانت بتعمل به المرأة. فقال: ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، في أفضل من كده. فدلهن النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتكبير، وعلى تمام المئة أن يكون ذلك التهليل. قال البعض: لا شك أن التسبيح ونحوه ثوابا عظيما، لكن كيف يكون خيرا بالنسبة إلى مطلوبها والاستخدام؟
خير. قال لهن: ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك. يبقى ترى، فالبعض قال يعني كيف يكون هذا التشبيه؟ طبعا التشبيه دليل أي طاعة من الطاعات لها ذلك الثواب العظيم، يعني ده أمر معلوم، لكن كيف يكون خيرا بالنسبة إلى مطلوبها والاستخدام؟ قال: لعل الله تعالى يعطي المسبح قوة يقدر فيها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه، أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمر الخادم. قال يبقى توجيه الكلام ده، يبقى ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، إما قال إن هو يعني التسبيح ده هيعطي الإنسان قوة على إتمام ذلك العمل أفضل مما يتممه ذلك الخادم، أو إن هو التسبيح والطاعة هتسهل على الإنسان هذه الأمور، إما إن هي يبقى كأن إعانة من الرب سبحانه وتعالى، يبقى بالطاعة أنت بتعان من قبل الرب سبحانه وتعالى على أداء هذه الأعمال، إما بتبقى العمل سهل كده وميسور، وإما إنك أنت بتعطى من القوة ما تقوى من خلاله على إتمام هذه الأفعال أفضل من وجود الخادم. يبقى ده صورة من صور توجيه العلماء، قالوا إن هو هيكون هذا أفضل من خادم بهذه الصورة، وإن أو إن نفع التسبيح في الآخرة ونفع الخادم في الدنيا، والآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يعني نقول إن يعني معنى إن التسبيح نفعه في الآخرة، ونقول نفع الخادم ده بيكون في الدنيا، فبالموازنة بين الدنيا والآخرة فالآخرة خير وأبقى، ده توجيه العلماء. ولكن نقول يعني ما يعني الطاعات نقول خير للإنسان في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة، يبقى ممكن تحمل المعنى الأول إن فعلا بيعطى من هذا المسبح بيعطى من القوة ما يقوى ويقدر فيها على الخدمة أفضل من الخادم، أو إن هذه الأمور أيضا بتسهل عليه، بالإضافة إن ثواب هذه الطاعات لا شك إن هو ينال ذلك الثواب في الآخرة. وبينا قبل ذلك أن المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، يبقى بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى ده في الدنيا، يبقى نقول إن الطاعات لها أثر فعلا على حياة الإنسان في الدنيا، وإن الإنسان في سعي إلى السعادة، يبقى نقول هذه السعادة ينال الإنسان السعادة من خلال إتمامه لهذه الطاعات. يبقى الطاعات دي مش إحنا نرجو منها الثواب في الآخرة فقط، لا، ده أنت أساسا بتنال أيضا يعني أو بيطعم الإنسان من خلال هذه الطاعات في الدنيا. يبقى التسبيح نقول يقوي الإنسان على طاعة ربه، ويقوي الإنسان بصفة عامة، وأن الله تعالى ييسر له الأمور بطاعته، ده بالإضافة أن طبعا الثواب الذي يعقد له في الآخرة هذا ثواب عظيم، قلنا على هذه الطاعات، والآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، يبقى ده أفضل بكتير، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أو خير أملا، يبقى دي نقول التسبيحة باقية، أما الدنيا فإنها فانية، وبالتالي لما نوازن بين الباقي وبين الفاني نقول الباقي يبقى نقول أفضل من الفاني، بغض النظر بقى عن القلة والكثرة، يبقى نقول هذا قليل، يبقى نقول ده عمل قليل عمل بسيط، لكن نقول هذا الباقي أفضل من الفاني بغض النظر بقى عن القلة والكثرة. يبقى نقول تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، ندي الدنيا وما فيها، لكن الدنيا لا فناء، أما التسبيحة فهي باقية لا تفنى. يبقى نقول على ذلك يقدم هذا الباقي على الفاني، نقول على الرغم أنها تسبيحة وقد يعني يحق الإنسان من أمر ذلك الأمر، لكن نقول أن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أعمال، فهي باقية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان بيستمد القوة البدنية من الطاعات، يبقى مش هنقول والله دي قوة إيمانية فقط، لا، يعني دي قوة أيضا بدنية، بيستمد الإنسان هذه القوة البدنية بالإضافة إلى رقي الإنسان في الصحة الإيمانية
من خلال قطعة، من خلال قطعة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. يبقى قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. فلذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه الخير. لذلك احنا بنقرأ كده عن نوح عليه السلام لما قال لقوم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بيكلمهم عن الدنيا والآخرة وأثر الاستغفار في الدنيا والآخرة، أثر الاستغفار في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده الاستغفار. يبقى الاستغفار أثر موجود في الدنيا وموجود أيضا في الآخرة. وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يبقى ده بالاستغفار والتوبة، يبقى بالاستغفار والتوبة وأيضا الطاعات بيتمتع الإنسان بالدنيا. يبقى سبيل الإنسان لكي يتمتع بالدنيا هو ترك المعاصي وفعل الطاعات. لو أنت عايز فعلا متعة حقيقية في الدنيا فتتمثل في ذلك، في ترك الإنسان للمعاصي وفعل الإنسان للطاعات. فلما بيفعل الإنسان الطاعات بيتمتع فعلا متاعا حسنا، متاعا حقيقيا في الدنيا، كما قال وكما بينا من قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى ده فعلا، ولكن سألكن على ما هو خير لكنا من ذلك. نعم، قال: تكبرنا الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرا و33 تسبيحة و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك أيضا كانت في الرواية التالية وهي